السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الجينسينج، الجينسينج في العادة في منه نوعين، نوع أمريكي ويسمى بانكس كونكونو فوليوس، والجينسينج الآسيوي اللي هو بانكس جينسينج. بعض الأبحاث قالت إن الجينسينج الأمريكي بيختلف عن الآسيوي من حيث التركيز والمركبات النشطة وتأثيرها على الجسم. وبتقول أيضا الأبحاث ديت إن الجينسينج الأمريكي بيعمل كعامل استرخاء في الجسم، أما الآسيوي بيعمل كعامل منشط أو له تأثير منشط. الجينسينج بيكون على عدة أشكال، إما أنه بيكون جينسينج طازج يعني في مراحله الأولى، وبيكون حصاده قبل 4 سنوات من يعني بعد 4 سنوات من زراعته، أو جينسينج لونه أبيض وده بيكون ما بين 4 ل6 سنوات من حصاده، يعني لو تحصده ما بعد 4 سنوات ل6 سنوات، أو جينسينج لونه أحمر وده بيكون بعد 6 سنوات من زراعة الجينسينج في أكثر. أحسنهم طبعا اللي هو الجينسينج الطازج اللي هو قبل 4 سنوات، يعني بعد ما تزرعه ب4 سنوات، قبل ما يتم ال4 سنوات تقطفه. تم استخدام الجينسينج في الطب الصيني التقليدي لعدة قرون وبيستخدم حتى الآن. يحتوي الجينسينج على مركبين مهمين جدا، جينسين وسيدات والجينتونين، والمركبات دي بتكمل بعضها البعض لتوفير الفوائد الصحية اللي بيعملها الجينسينج. بعض فوائد الجينسينج المتعارف عليها في الأبحاث حتى يومنا هذا: الجينسينج بيحسن ضعف الانتصاب، وفي أبحاث كتيرة دلت على الموضوع ده، لأنه بيقلل الجهد التأكسدي في الأنسجة وبيعزز تدفق الدم في عضلات العضو الذكري. ومن فوائد الجينسينج أيضا بيفيد في وظائف المخ، لأنه بيساعد على تحسين وظائف الدماغ مثل الذاكرة والسلوك والمزاج، وثبت أيضا أنه بيقمع التوتر الموجود في الجسم، يعني بيخفف التوتر بتاع الجسم. من فوائد الجينسينج أيضا بيحتوي على مضادات الأكسدة اللي هي بتقلل الالتهاب، فمستخلصات الجينسينج ومركبات الجينسوسيدات اللي احنا قلنا عليها يمكن انها بتمنع الالتهاب وتقلل من الاضرار التأكسدية للخلايا. فالمختصر المفيد انه بيقلل الالتهاب وبيساعد في الحماية من الجهد التأكسدي. من فوائد الجينسينج ايضا اللي هو زي مشروبات الطاقة كده، بيزيد من مستويات الطاقة في الجسم وبيحارب التعب وبيحسن الأداء البدني عن طريق تقليل الضرر التأكسدي وزيادة إنتاج الطاقة في الخلايا اللي هي الميتوكوندريا. ومن فوائد الجينسينج أيضا بيقوي جهاز المناعة، جهاز المناعة اللي موجود في الجسم، لأنه بيمتلك خصائص قوية جدا مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للفيروسات، ومن خلال ذلك بيعزز وظيفة الجهاز المناعي. من الفوائد المحتملة للجينسينج أيضا أنه بيعمل كمضاد للأورام السرطانية، لأن الجينوسيدات الموجودة في الجينسينج بتنظم الالتهابات، يعني بتنظم الالتهاب وتوفر الحماية المضادة للأكسدة وبتحافظ على صحة الخلايا. ده كله بيساعد على تقليل المخاطر بالأصابة بأنواع معينة من السرطانات. ومن الفوائد أيضا للجينسينج أنه بيعمل على خفض نسبة السكر في الدم، لأنه بيحسن وظيفة خلايا البنكرياس وبيعزز إنتاج الأنسولين. وبعض الأبحاث قالت أن الجينسينج الأحمر المخمر يزيد في إنتاج الأنسولين ويعزز امتصاص السكر في الدم وفي الخلايا أيضا، وبيوفر الحماية المضادة للأكسدة كذلك. طيب طريقة استخدام الجينسينج ده إيه؟ يعني احنا دايما بنشوفه يا اما بودر يا اما ناشف. والله هو الجينسينج ليه استخدامات كثيره جدا في الصين، لانها طبعا منشأه، فبيؤكل ني، ممكن انت تاكله ني، ممكن يطهو مع الاكل في شربات الخضار، ممكن تستخدمه كشاي ان انت تصحن وتستخدمه كشاي، ممكن يستخدم في الاقراص وفي الكبسولات، وحتى الزيت بتاعه بيستخدم ايضا. الابحاث اقترحت ان الجرعه اليوميه من الجينسينج من 1 ل2 جرام يوميا من جذور الجينسينج الخام، من 200 ل400 ملي جرام من مستخلص الجينسينج المركز. طيب ايه الاثار الجانبيه للجينسينج؟ انواع عشبه كده ملهاش اي اثار جانبيه، فوائد بس. اكيد اي شيء ليه اثار جانبيه، او تقدر تقول السلامه ان انت تقع في الاثار الجانبيه بتاعت اي عشبه.
حتى الآن الأبحاث قالت إن الجينسينج آمن وملوش أي آثار ضارة خطيرة للجسم، ولكن الناس اللي بتتناول أدوية السكر لابد إن هي تتابع السكر بتاعها لو هتستخدم الجينسينج. والجينسينج أيضا بيقلل من فعالية الأدوية المضادة للتخثر لو أنت بتاخد أدوية للجلطات أو الأشياء دي. ولا ينصح أيضا باستخدام الجينسينج الأطفال والأشخاص الحوامل والمرضعات، لأنه حتى الآن مفيش أبحاث دلت على ذلك. بعض الأبحاث أخيرا قالت إن الجينسينج استخدامه المطول ممكن يعمل على تقليل فعاليته في الجسم، يعني أنت عمال تستخدمه عمال على بطال، عرفت شوية الفوائد بتاعته فعمال تسف منه عمال على بطال، فالجسم بتاعك مش هيستفاد منه. طيب عشان تستفاد منه تستخدمه إزاي؟ بتستخدمه كمراحل، يعني تستخدمه أسبوعين ثلاثة، توقف أسبوعين أو أسبوع، وبعدين تكمل تستخدمه أسبوعين وهكذا عشان جسمك يستفاد بيه استفادة كاملة. حفظنا الله وإياكم، متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. بس تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشجيع لنا لكي نستمر في نشر المزيد. سلام.